يعني التيم الأقوى بالأردن الثلاثي المرح يوسف الضرام طارق ومركز القواصي أول ثاني ثالث رابع إحنا الثلاث المالين ريبيع مثل الخواتم بين الأصيبيع إحنا ثلاث وما إلا رابع إحنا ثلاث المالين ريبيع مثل الخواتم بين الأصيبيع محلى البوسي عخدودك ما يبيع يوسف الفاضل خي الحنونة السلام يا أوه هذا الصوت المطلوب والله مشاعر ناقصي هذا الصوت الشباب الحلوة يا هلا صلوا على النبي صلوا على النبي يا شباب اللي بقى صلوا على النبي الفضل شل 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 هذا الشغل النظيف يحب الحسنات
الخشب يا حبايبي. يا بنت خافي من الله، اخ يا مليها. يا بنت خافي من الله، اخ يا مليحة، وانا العهد ما خونه يا قمر عيني ليحة. يا بنت خافي من الله، اخ يا مليحة، وانا العهد ما خونه يا قمر عيني ليحة. واللي يخوني بعهد الله، اخ يا مليحة، عالمقبرة يودونه يا قمر عيني ليحة. واللي يخوني بعهد الله، اخ يا مليحة، عالمقبرة يودونه يا قمر عيني ليحة. سمعين اللي ما يصلي على النبي. قسما بالله الحفلة اللي بنظمها رامي أبو طارق، قسما بالله بتكون مهرجان. يعني قديمنا جديدهم ثاني صايره بيها مشكله، ما تسمع طبل غير من البقعه يا رودي. اطمول تصحي النايم. اسمع
عليك يا حسن.
المسدس ابن البقعه عليا مرخص من دولتنا يلا عليا طب اليوسف فضل الجديد يا رودي الجديد يا رودي وجديدنا حصري من أراضي المقعة على الإدارة مركز وفرقة الأجوين
اتفرج علي يا رودي اتفرج اتفرج ولك شوف بعينك شوف النشاش عريسنا الغالي وخريجنا الغالي الاثنين مع بعض خالد النشاش والعريس حسن خالد وحسن العريس والخريج
اللي جنب الطلقة مش طبيعي. أبو سمرة نعم يوسف الفضل لعبهم لعبهم يوسف الفضل وعلى هكر علمهم. تعالوا تعالوا